السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غادي نديروا فيديو ديال مملحات اللي جربتهم بزاف المرات واللي كيجيو رائعين وتحس الطلب ديال بزاف ديال الناس. غنحاول نبدا ندير تعليق بالصوص ديالي، خصوصا في الوقيته ديال التقديم ديال المقادير، وديك الساعه من بعد راه الطريقه كتكون واضحه في الفيديو. دونك اليوم غادي نحتاجوا في هذه الوصفه هذه 100 غرام ديال الكبسه ديال الدجاج، زيتون مقطع، قزبر ومعدنوس حتى هو مقطع رقيق، وغنحتاجوا الخضيره. عندنا قريعه وحده محكوكه، بصيله مشلضه مزيان رقيقه، وخزويه حتى هي محكوكه. دونك هادشي هذا غادي نطيبوه بزيت الزيتون والتوابل اللي هما الملحه، بزار والتحمير. هادشي هذا كيخص المقادير ديال الحشوه. دابا غادي ندوزو المقادير ديال العجين. دونك العجينة عندنا 4 كيلو ديال طحين فرص و 4 كيلو ديال الطحين اللي تنقولو له حنا الفينو. دونك في المجموع عندنا نص كيلو ديال بين الفرص وبين الفينو. غادي نحتاجو معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال العجينة، معلقة صغيرة ديال الملحة، ومعلقة صغيرة ديال السكر. وهاد المكونات غادي نخلطوهم بالحليب. انا استعملت 25 سنتيلتر ديال الحليب، ولكن ديما الحليب تبقى على حساب الشطك الطحين اللي استعملوا واش كيشربوا ولا لا. وجوج معلقات كبار زيت الزيتون. دونك هاي الطريقه غادي تشوفوها معايا في البقيه ديال الفيديو، وكنتمنى انها تعجب، تنال الاعجاب ديالكم وانكم تجربوها.